أهلاً بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. حملة وطنية لنظافة وتجميل المؤسسات التربوية والتعليمية بولاية خنشلة. تواصل عملية التنظيف والتهيئة لضمان دخول مدرسي جيد بولاية البويرة. والي ولاية قسنطينة يقف على مدى جاهزية المؤسسات التربوية القديمة لدخول مدرسي مريح. جامعة الشيخ العربي تبسي بولاية تبسة الأولى وطنيا في وسم المشروع المبتكر. ومن المدية تصريح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. الدرك الوطني بولاية برج بوعريريج يفكك شبكة إجرامية مختصة في تقليد وتزوير الطوابع البريدية. جنازة مهيبة لخمس أفراد من عائلة واحدة ببلدية بريزية بولاية الأهواط. اختتام برنامج صيفية تنمدية ثقافية. دورة كروية بمشاركة نجم الكرة الجزائرية الأخضر بلومي بولاية الجفة. تبعاً لتوجيهات والي ولاية خنشلة بخصوص المشاركة الفعالة في الحملة الوطنية لنظافة وتجميل المؤسسات التربوية والتعليمية وتحت إشراف رئيس دائرة الحمة ورئيس المجلس الشعبي البلدي وبحضور مختلف الفاعلين من المديريات وفعاليات المجتمع المدني، انطلقت حملة النظافة على مستوى المدارس البلدية على مستوى بلدية الحمة ولاية خنشلة، أين تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، حيث شملت العملية خمسة مؤسسات تربوية على أن تتواصل العملية لتمس مختلف المؤسسات التربوية. التغطية للزميل كمال دعموس. تعليمات السيد وزير الداخلية الخاصة بحملة النظافة الكبرى على مستوى المؤسسات التربوية والمؤسسات التكوين المهني والجامعية، كذلك تنفيذ لتعليمات السيد والي الولاية بخصوص تنظيف المؤسسات التربوية. انطلقت الحملة اليوم بأغلب مؤسسات أغلب المؤسسات التربوية على مستوى الدائرة. عملية ستستمر إن شاء الله غدا يوم السبت على مستوى البلديات الثلاثة. كما قلت كذلك نشكر كل الشركاء اللي عاونونا في حملة النظافة هذه، على رأسها مؤسسة الديوان الترقية والتسيير العقاري اللي راهي مشكورة جدا جدا، اللي عاونتنا بإمكانيات مادية كبيرة. كذلك لا ننسى المصالح التقنية الأخرى اللي راهي كما قلت للفوري الغابة مصلحة محافظة الغابات، كذلك مديرية الزيت العمومية لمشاركتها في هذه الحملة. من جهة أخرى نشكر السيد رئيس البلدية اللي راهو وقف على إمكانيات البلدية، وكذلك لا ننسى شريك مهم جدا وهو المجتمع المدني على رأسها هيئة ولي التلاميذ. هي في ولاية التلاميذ مكتب التنسيقية مكتب الولائي لخنشلة. اليوم نحن متواجدين في بلدية الحمة في أحد المؤسسات التربوية مع السلطات المحلية اللي هو رئيس الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري. وقفنا على مدى الأشغال التي هي في مؤسستنا اللي هي راهي جارية على قدم الوساق، هو استقبال ما شاء الله لليوم يوم الدخول هو 19 سبتمبر 2023. نتمنى ان هذه العمليه تكون متواصله دوما وابدا حتى تكون تصبح مؤسساتنا قابله للاداء التربوي المهم. الى ولايه البويره، في اطار الحمله الوطنيه لنظافه المحيط المدرسي تحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف، تتواصل عملية التنظيف والتهيئة والتحضير الجيد لدخول السنة الجديدة في ظروف مريحة وجيدة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل سالم بن زيتون.
في إطار الحملة الوطنية لنظافة المحيط بمناسبة الدخول المدرسي وتحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف، تواصل ولاية البويرة في عملية التهيئة والتنظيف داخل المؤسسات التربوية وخارجها قصد توفير الأجواء الملائمة لدخول مدرسي مريح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا مرحبا بكم، مرحبا بكم في مدينة عين بسام. إذن تم الشروع اليوم في العملية الوطنية لنظافة المدارس المحيط المدرسي تحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف. إذن العملية بدأت على مستوى 45 مدرسة اللي ضمت بلدية عين بسام، عين العلوي وعين الحجر، بتدخل جميع المتعاملين، ومشكورين على ذلك جميع المديريات، الأشغال العمومية، ديوان ترقية السلع العقاري، مديرية النظيف، المصالح الفلاحية، جميع المصالح بما فيها الغابات، وطبيعة الحال عمال البلدية هما مشكورين. أن تم تنظيف كل المدارس والمحيط المحيط بها، وتبقى العمليات التزيينية اللي رانا ماشيين فيها باش تكون قابلية للتلاميذ، خاصة أبنائنا الابتدائي والسنة الأولى. نشكر جميع اللي ساهم فيها، وتبقى هذه العمليات بإذن الله متواصلة، لأنه هذا هو الميدان الأساسي اللي يربيوا به نشأ النبوة به جزائري تاع الغد. احنا كبلدية عين بسام قامت مصالح البلدية بالاشتراك مع المديرية الجزائرية للمياه، أيضا عندنا مديرية الأشغال العمومية، مصالح نظيف، مؤسسة نظيف. قمنا بحملة نظافة على مستوى المدارس الابتدائية لعددها 29. أيضا عندنا في إطار أيضا تحضير لدخول مدرسي عندنا عدة مدارس التي قمنا بإعادة التهيئة تاعها. نذكر منها على سبيل المثال مدرسة حر أحمد اللي هذه المواتع اللي رانا متواجدين بها. كما سبق أن ذكر رئيس الدائرة، يعني هذه في إطار التحسيس والتحضير لدخول مدرسي ناجح ونظيف، يعني ونهيئوا المحيط للتلاميذ تاعنا باش يعني تكون الدراسه نتاعهم ويكون النجاح نتاعهم في المستقبل ان شاء الله. وعلى مدى جاهزيه المؤسسات التربويه القديمه لدخول مدرسي مريح، وقف والي ولايه قسنطينه عبد الخالق صيوده شخصيا على عمليه تحضير شملت 3 نقاط: النظافه، التهيئه، وكذا التجهيزات المدرسيه. تغطية الزميل بلير تارق. تلين كل بني طرابواري أسبوع المدرسة، جيبوا لي زونطرابي، جيبوا لي زيبي، جيبوا العمال تاع البلدية، لازمنا نديروا الدخول هنا، تكون المدرسة هذه نموذجية في حي شعبي، لازم نديروها مدرسة نموذجية. احنا رانا نبنيو في مدارس راهي تتبهى بهم الناس، وهنايا في حي كيما هذا نخليو المدرسة تروح باش مقبولة تماما إن شاء الله. هذه هي كاسة تنبوتي سنة الأولاد راه عندهم الأستاذة تاع التربية البدنية باش يمارسوا الرياضة. مي سيتي نيرجونس، أنا يقول لك سيتي عجال هنايا باش المدرسة تولي في مضبوطة الحالة كلها. هنا يعني نعاود نرجع نوقف هنا. اليوم تنفيذا للتعليمات سيد الوزير من أجل برمجة عملية استثنائية وخاصة تتمثل في تنظيف وتحضير وتهيئة المؤسسات التربوية. طلقنا في هذه العملية إضافة إلى العمليات التي نحن نقوم بها منذ بداية السنة تحضيرا لدخول مدرسي مريح على مستوى ولاية قسنطينة. اليوم يسمى توجهنا للمؤسسات التي المؤسسات القديمة من أجل توفير ظروف مريحة، ظروف تمدرس في مستوى هذا الحدث.
اليوم الحمد لله الدولة جندت كل الإمكانيات مالية منها ومادية وبشرية من أجل توفير ظروف مريحة للتلاميذ بداية من يوم الدخول المدرسي إن شاء الله. العملية هذه تتمثل في تهيئة المؤسسات التربوية، أولا التنظيف، ثانيا عملية التهيئة، ثالثا كذلك الوقوف على التجهيزات المدرسية وتجديدها من أجل كما قلت دخول مدرسي مريح على مستوى القسنطينة. كشف البروفيسور عبد الكريم قواسمية مدير جامعة مسا على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الجامعة أن جامعة الشيخ العربي تبسي بولاية تبسة افتكت المرتبة الأولى وطنيا في وسم المشروع المبتكر. تفاصيل أكثر في ميكروفون الزميل طيب عبيدات. عن 20 وسم لابال وجامعة تبسة هي المرتبة الأولى وطنيا، نقولها بكل افتخار وبصوت مرتفع. دونك الجامعة التي لديها أعلى عدد لابال هي جامعة تبسة، أو عندنا 20. تبسة هي الأولى المرتبة وطنيا، مرتبة وطنية بعشرين لابال. الآن بالنسبة لي الأخر لي دوموند ولا لا دوموند دو ديبو دو بروفي، طلب وضع برق الاقتراض عندنا 39. الحق ما عنباليش كيما نقول نحن عندنا ترتيب عالي على مستوى الشرق، ما عنديش كيما نقولها كيما نقولها الترتيب على المستوى الوطني، ما عنديش باش ما نقولش حاجه غلطه. الان كذلك نحن نعتبروا كذلك من الجامعات التي وضعت العدد الاكبر في باش اجماعه باش تفهموني سي تان ديبو، باش نتفاهموا درك نفسر معليش واش معناها ديبو. انا راح نحط قال السيدة المحترمة مثلا قال عندها ان برودوي مثلا قال في الكوسميتيك، الكوسميتيك تحط كذا 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 كذا، نحطها عند شكون؟ نحطها عند لينابي. لينابي هي مؤسسة كيفاش نقول مؤسسة وطنية، المعهد الوطني للملكية الفكرية. هما عندهم الجهاز نتاعهم يبدو يبحثوا، قال العمل هذا اسك كان مثيل كيفو ديجا في المستوى الوطني ولا عم بالك نسلكوا على كل وضع بروفي نسلكوا 1,250,000 سي با بو بلاش فوالا. درك اذا كان هذاك العمل غير موجود لم ينشر في الجزائر، هنا الاستاذ والطلبه هذوكم يعطاهم براءه اختراع، قال الاستاذ الفلاني مع الطلبه الفلانيين راهم عندهم براءه اختراع. طيب راح تقولي لي ايه سي كوا لا فيناليتي، وي والطالب واش راح يستفيد والاستاذ واش راح يستفيد. هنا مثلا يجي عندهم الصوارد قال والله هذا مشروع باهي انا ساستثمر فيه. دونك باش يستثمر لازم يشري البروفي، دونك هات بارك الحقوق، دونك يشري هاك البروفي ما عرفش قداش باش ما نكونش نكذبش عليكم. دونك كجزء من ذلك المال سيروح للاستاذ، يروح للطالب ويروح للجامعه وهكذا. من بعد كي يكون مثلا باللي هذا البروفي هذا على المستوى الوطني راهو خلاص راهو غير كيما نقولوها راهو قبل على المستوى الوطني، من بعد نقدر نزيد نسلك مبالغ اخرى ماليه ونعمل بحث على المستوى الدولي. الى ولايه المديه اين صرح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزاره التجاره حول عده نقاط بيع عبر القطر الوطني. تفاصيل اكثر مع الزميل حسام الدين العروسي. نظمت وزارة التجارة من خلال مصالحها الخارجية يعني 58 مديرية ولائية للتجارة عدة نقاط بيع. اليوم وصلنا إلى عدد 80 نقطة بيع منتشرة عبر كل القطر الوطني، يشارك فيها حوالي 1400 متعامل اقتصادي بين منتجين مستوردين تجار جملة وتجار التجزئة، ينشطوا ويقوموا بتأطير هذه النقاط أعوان التجارة كالعادة، وكذلك فيه تنسيق يعني بين القطاعات سواء كانت قطاع الداخلية بالدرجة الأولى لأن هذه العملية راهي تحت إشراف السيدات والسادة الولاد، إضافة إلى مشاركة كل المنتخبين من خلال رؤساء المجالس الشعبية البلدية اللي في كثير من المناطق وفروا لنا الأماكن وين قمنا بتنظيم هذه الأسواق الجوارية. من خلال هذه الأسواق تعرض كل الأدوات المدرسية وإضافة إلى لوازم أخرى سواء كانت مآزر محافظ إلى آخره وألبسة وأحذية وكل ما يحتاجه يعني المواطن بمناسبة الدخول المدرسي. المجهودات المبذولة من طرف المديريات وخاصة الأعوان وهي
أولا توفير كل المنتوجات من الأدوات المدرسية اللي يحتاجها الطفل، إضافة إلى السهر على مطابقة هذه المنتوجات نوعيتها وخاصة عامل السعر. اليوم نقدر نقول من خلال الزيارة اللي قمنا بها، يعني وهي زيارة فجائية إلى ولاية المدية، لاحظنا أن الأسعار في مستويات جيدة والنوعية والوفرة كاينة. هذا يعني ما يقطع على البعض اللي حبوا يعكروا علينا هذا الدخول المدرسي من خلال التصريحات المغرضة. شفنا كذلك من خلال وقفة السيد الوالي على التنسيق القطاعي نجاح كبير في عملية رائدة قامت بها ولاية المدية، وهي اليوم انطلقت قافلة رايحة تتجول عبر بلديات الولاية باش يكون كذلك تقرب من المواطنين اللي ما يقدروش يتنقلوا إلى نقاط البيع، وهذا كذلك عمل جواري مبادرة من ولاية المدية وهما مشكورين عليها. ونعاود ونذكر نقول باللي هذه عملية رائدة، يعني اليوم لاحظناها غير في ولاية المدية، حبذا وأنه تكون في ولايات شاسعة أخرى اللي فيها العديد من البلديات النائية واللي بعيدة على مقر الولاية. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تقليد وتزوير الطوابع البريدية. الشبكة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 60 سنة. تقرير الزميلة نجمة حامنة. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم ولاية برج بوعريريج، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تقليد وتزوير الطوابع البريدية تتكون من 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 23 و60 سنة. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بتقليد الطوابع البريدية وإعادة بيعها على مستوى إقليم ولاية برج بوعريريج. على إثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيهم وتوقيفهم مع حجز عدد معتبر من الطوابع البريدية المزورة. العملية أسفرت عن حجز 3350 طابع بريدي مقلد فئتي 200 و300 دينار جزائري، 4 مركبات، 4 بطاقات تسجيل ذات طوابع مقلدة، 2 حواسيب محمولة و5 هواتف نقالة. مبلغ مالي من عائدات بيع الطوابع المقلدة يقدر ب 45 مليون سنتيم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بحضور جمع غفير والسلطات الولائية والأمنية ورجال الحماية المدنية، تم تشييع جنازة 5 أفراد من عائلة تقطن ببلدية بريزينا بولاية البيض جراء حادث مرور الذي وقع بولاية الأغواط. مراسلة للزميل جلال بن عمير. ثقافياً اختتم برنامج صيفيات المدية الثقافي والذي تضمن العديد من الأنشطة الفنية
والثقافية المتنوعة الموجهة للكبار والصغار طيلة موسم الاصطياف. تغطية الزميل حسام الدين العروسي. من العائلات الولايه المدنيه والله يتمتعنا في الايام هذه الصيفيه احنا ولادنا والعائلات المدنيه قاعد تشرفت بهذا هذه الليالي. فرحتوا الكبار والصغار، ربي يفرحكم بصحيحتكم وبوليداتكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. في هذه الليالي الصيفيه كانت يعني جد ممتعه في ميدان الطرب، ميدان المونولوج، ميدان الفن يعني كامله، والحمد لله واليوم وصلنا الى الختام، وكانت في الحقيقه يعني ايام جد رائعه. اللي دارونا هاد الحفلات يعني يعطيهم الصحه، وكانت صح حفلات رائعه ويعطيكم الصحه. الجمهور استفاد منها بزاف واستفدنا بزاف، كانت فرجه ممتعه لينا، والبراعم الصغار كانت ولا اروع. نتمنى ما تكونش الاخيره. ونشكر البيبليك تاع المديه اللي كان في القمه يعطيهم الصحه، ونشكر جمعيه الافراح الانشطه الشبانيه المدرسه يعطيكم الصحه. كما ترون حفل اختتام صيفيات المدية 2023 بعد شهرين من نشاطات ثقافية مختلفة مست ولاية المدينية ومختلف الدوائر والبلديات بحضور غفير للعائلات، وحتى وكذلك بمشاركة قوية للأطفال عبر البلديات. كانت فيها مسابقات فكرية ورشات بيداغوجية، عدة تظاهرات في مسرح الهواء الطلق، منها أيام المونولوج والفكاهة، الأيام الشعب للفن الشعبي، وكذلك أيام للأغنية العصرية. وكانت يعني عدة لقاءات ومبادرات ثقافية نظمتها مديرية الثقافة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الثقافية. إذن من هنا نضرب لكم موعد بحول الله لصيفيات 2024، وإن شاء الله ستكون حافلة كلها بنشاطات مختلفة، ونتمنى يعني عودة ميمونة لكل الأطفال إلى المدارس إن شاء الله. رياضيا وبحضور والي ولاية الجلفة والسلطات المحلية، تمت اختتام الدورة الكروية التي أقيمت بمدينة عين والسارة في أجواء رياضية رائعة يصنعها قدماء لاعبي المنتخب الوطني بقيادة نجم الكرة الجزائرية الأخضر باللومي. الدورة الرياضية تهدف لخلق أجواء تنافسية تشجيعا للرياضة الوطنية والمحلية. التغطية للزميل شافق تومي. يا حسام هيا صوت طبعا الفائز هو المنهزم، والمنهزم هو الفائز، والربحة تاعنا هي هذه المنمى والروح الرياضية. أقسم بالله العلي العظيم، برافو عليكم ولاد الجلفة ولاد عين والسارة، فريمون خلعتونا تواضع، واليوم راكم شفتوا الوالي هو الكومة وانتوما هو الوالي وكاع المجموعة اللي هنا. حضورنا هنا تعرضوا لجمعية لاراديوز تاع خيريات وتاع رياضة كذلك مع قدماء اللاعبين، ها ما
دونك حضورناها واجب علينا كالعاده كما تشوفوا كاع حضور الجزائر كاع شفناه المنطقه ديالها رحنا لهم وكرموا الشباب سيتو وفير بليزير الشباب تاعنا لا بنيو تاع البلاد هذه هي ونشكروا بالمناسبه السيد الوالي وكذلك الشعب سي بعض نشكروا هذا الشباب اللي راه معين بالتورنوا هذا تاع المرحوم تاع مختاري ونغموش اللي لموا كاع الشمل اليوم ونشكروا كاع الناس اللي حضرت ونشكروا جمعيه قاده ونشكروا باللومي نشكروا مغاريه نشكروا عمور كاع اللي حضروا مع هذا التورنوا بتواجد هذا الشعب وهذا الجمهور اللي شجع نهائي كره القدم الجواريه بين شباب اللي مارسوا كره القدم عبر الملاعب الجواريه التي بنتها الدوله الجزائريه والتي لاحت اصبح لها هدف اجتماعي اكثر منه رياضي تواجد نجوم رياضيه معروفه على غير الاخضر باللومي بن زرقاء مغاريه عامر عمور رانا نشوفوا اليوم يعني تشجيع كبير كبير خصوصا من الشباب توعنا وسكان ولايه عين وساره والبلديات المجاوره وكذلك الحضور القوي للسلطات المحليه التي جاءت اليوم باش تشجع يعني وتكافئ النشاط هادو الشباب اللي نتمنى لهم ان شاء الله كل خير ونتمنى للشباب كاع تاع ولايه عين جلفه والبلديه المجاوره كل خير ان شاء الله. نصل الى ختام النشره، شكرا لكم.